هذا كله دم حمودي؟ لا تخاف، راح رجلك تطلع مرة ثانية. أكو ناس ما عندهم إيد يعزفون الكمانة برجليهم، طبعاً تقدر تلعب طوب رجل واحدة. هذا المكان اللي راح نروح له. هو شنو بعد عنده؟ تري أنت حرمي من الطوبة؟ أنا اللي حرمه من الطوبة، مو أنا اللي حرمته من الطوبة. أعزائي المشاهدين متابعين في كل مكان، بس للأسف ما مصدقين. أتمنى تسامحني بيوم من الأيام.